واحد المداخله صغيره عليا فضيحة مدونة من العيال بغيت كلشي يبارطاجي هذا الفيديو. هذا واحد المسألة دازت ديال واحد الإحصاء عندنا والناس استافدوا اللي تخيلوا اللي كانوا عندهم مزارع. حنا عندنا الرقم المزرعة رقم 9 وجاي الرقم غادي من 1 حتى الله أعلم حتى لين واصل 600 ولا 500. إلا تم الإحصاء ديال الناس واستافدوا من رقم 1 جا 9 نقصها الحصاها قال لنا القيد هذه مسألة عندكم مزرعة وهمية يعني ما كاين. حنا عندنا رقم عندنا اللائحة ديالنا ديال الإحصاء فهي وعندنا الشهادة ديال الإيراد ديال 12 شهادة عندنا شهادة عدلية ثانيا عندنا شهادة ديال النائب ديالنا ثالثا عندنا التصريح اللي عطاتو لنا المقاطعة باسم القائد ديال المقاطعة وكل شيء تم عندنا. في التالي قال لنا انتم هي عندكم زرعه وهميه والناس استافدوا تخلصات حنا ما شلنا تاريخ. هذا يعني حنا تنطلبوا بالحقوق ديالنا عندنا مسائل قانونيه وهذا الشيء ما يمكن لناش نتكتوا عليه. شكرا اخر اخنا في وادي سابقه من نوع هذه لان عمرها ما كانت. السلام عليكم ورحمه الله. المسطره القانونيه المسطره القانونيه. ساقي اخت نزلوا باش نختموا الجلسه.